سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير على خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، جيتكم اليوم بروتين جديد ان شاء الله. هذا النهار هذا كتشوفوا الثلوج، كانت يعني كانت ثلج بزاف. هذا النهار هذا ما قراوش الدراري، ما قراوش يعني بكري، كانوا داروا في الاخبار ليله امس بلا ما غادي يقراو حتى العشرة ونص. دوك الصباح هذا فقت بكري شويه وجيت هكا شويه ديال المسمن. هنايا صوبت الملوي، طيبت النص النص، راه مازال غنوريكم، راه عرفتي راه خمر بزاف. مهم خليته، قلت خلي بعدا نفطرهم نصيفطهم وعاد ندوز نكمل. مهم صافي، فطور عادي، الزيت والزيتون، سقت البيض ساعه ما كليناهش وصافي. هذا الطبسيل ديالي ولدي كياكل غير البابا، كنجمع ليه البابا تما كياكلها وصافي. هذا كان فطورنا ديال هذا النهار، وغادي ندوز دابا نوريكم تشوفوا الكوزينه. باقي عندي الملوي ما نطيب. مهم هانتوما معايا، دوزوا معايا ان شاء الله هذا النهار، شوفوا معايا هانتوما. غنسبق داك الملوي العادي، سبقته حيت حتى دغيا كيطلق. هذا خليته واخا راه شوفوا راه خمر ليا بزاف. مهم هانتوما كلشي بقى روينه، انا هلا المقالي فاش طيبت وكلشي. مهم انا دابا غادي نكمل الطياب ونرجع معكم. ثم البنات الملوي ديالي كيفاش كيجي. بالنسبه للوصفه فانا حطها لكم، حطيتها لكم في فيديو خاص شحال هذه، ولو ان يعني الوصفه ما الفيديو يعني ما خداش حقه من المشاهدات، ولكن الحمد لله بزاف البنات اللي جربوا هذه الطريقه هذه ديالي وعجباتهم بزاف، تشكروا فيها من هذا المنبر كنحييهم وحده بوحده. المهم هذا هو الشكل ديالو، صراحه كيجي زوين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي محلول، شوفوا هانتوما البنات، ماشي زعما نشكر ليكم راسي ولا شي حاجه، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل ومع فيه الخميره، كيجي رائع البنات، ننصحكم تجربوه. صافي هنايا من بعد ما ساليت الطياب ديال الملوي رجعت للطبله باش نجمعها. صافي هنا غادي نجمع الطبله ديال الفطور كما تشوفوا، وغادي نمشي باش نوجد معكم. غادي نطيب الخبز وغادي نوجد واحد الطاجين كيجي رائع البنات، اكثر من رائع الصراحه. اللي ما جربتوش راه ما جربت والو، كنصحكم تجربوه، كيجي رائع بالكفته والدنجال، كيجي صراحه رائع ولا اروع. عجبني بزاف، وتا راجلي عجبو ان شاء الله حتى نتوما يعجبكم. وتعتمدوا حتى نتوما صراحه كيجي رائع، كنوع هكا ديال التغيير، يعني نغيروا على الطاجين العادي. يعني حنا كناكلوا الكفته كناكلوها مشويه ولا مقليه ولا في البرجر ولا شي حاجه، هنايا غادي نشوفوا ان شاء الله غادي تاكلوها بواحد الطريقه اخرى، وكتجي لذيذه مع الدنجال، كتجي ولا اروع. وقبل من الطاجين غادي نديروا الخبز هو الاول اللي كيشد اليد وكيبغي يعني وقت باش يختمر وداكشي. فهنايا كما كتشوفوا انا درت هنايا خبز عادي اليومي، يعني درته بالدقيق الابيض والدقيق الكامل، كندير نصف كميه ديال الدقيق الكامل ونصف الاخر من الدقيق الابيض وصافي. الخبيزات هكذا يوميين ديال كل نهار.
وصافي هنايا مني ساليت التكراس قبل ما يختمروا كنشرطهم هكذا بالموس. كيعجبني هاد الشراط هذا اللي كندير هكذا بالموس، كيعطيه واحد الشكل زوين، وحتى في التقطيع كيجيك ساهل ما كتحتاجيش الموس ولا شي حاجه. وصافي وغادي نغطيهم هنايا حتى يختمروا يختمروا، وعاد غادي ندوز نطيبهم. وهنايا قبل ما نطيبهم كندير واحد الحيله، نتمنى حتى نتوما تجربوها. ومن هنا نسيت حتى حطيتهم في الفران، شعلت الفران عاد تفكرت. كندير هكذا شويه الماء، عندكم نتوما الا كنتو عندكم بخاخ تقدروا ديروا بخاخ وترشوا، انا ما عنديش. كندير غير هكا شويه الماء في الكاس، وكندير كندير هكا الشيء هذيك الفرشات ديال المطبخ، وكنبقى ندهنوا هكا بالماء. صراحه كيعطيه واحد كيتحمر واحد الحمريه زوينه. هنا ما كانش اضاءه واضحه بزاف، كتجي فيه واحد الحمريه زوينه، واحد التحميره زوينه، وكيجي مقرمش بزاف، خصوصا الا كنتو كتعجنوا السميده الفينو مع الطحين كيجي احسن. اليوم غادي نوجد معكم واحد طاجين بالكفته والدنجل، كيجي رائع. ونخليكم مع المقادير طريقه التحضير. هنايا عندي الدنجل، شفتوا قطعتو هكذا شرائح على هذا الشكل، يكونوا هكذا رقاقين. واختاروا دنجاله تكون طويله. صافي قطعتو بهذا الشكل ودرت ليه الملحه كما كتشوفوا معايا. ها هو درا كيطلق في الماء ديالو. انا غادي نصفيه. ملي كديروا فيه الماء كديروا فيه الملح راه كيطلق هذاك الماء ديالو. المهم غادي نصفيه وعاد غادي نبدا نوجد. مهم عندي قلت لكم هنايا الدنجال فيه الملح، وغادي نخليه يستقطر ونصفيه نحيدو داك الماء نشفو. وعندي هنايا واحد 300 غرام ديال الكفته. وعندي هنايا صوص طوماط، انا عندي هذه وجده ممكن تحضروها في الدار، تحكو هكذا واحد 4 مطيشات تحكوهم. وعندي هنايا واحد البطاطا صغيره حكيتها هكذا في الحكاكه غليظه. وعندي هنايا واحد شويه ديال المعدنوس والقزبر مقطعين رقيق تقريبا واحد 3 المعالق كبار. وعندي هنايا واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين حتى هما في الحكاكه. والتوابل عندي هنايا بابريكا، وعندي الخرقوم ولا الكركم، وعندي الملح حسب الذوق، شويه البزار والكمون. هاد العطريه هذه غنديرها في الكفته، ونفسها غادي ندير في لاصوص. صافي كتشوفوا معايا هاد الدجاج هذا، غادي تحاولوا ما امكن انكم تصفيوه من هاد الماء هذا، حيت غادي نقليوه واحد نصف قليه غادي نقليوه في الزيت، وعاد غنكملوا الطاجين ديالنا. صافي انا غادي نحاول نوزعو بهاد الطريقه باش ينشف ليا. غادي ناخذ الكفته وغادي نضيف ليها هاد التوابل اللي عندي كما قلت لكم، نفس التوابل غادي نعاود نديرهم في لاصوص. من بعد غندير هنا نصف الكميه ديال الثوم، نصف كميه غنخليها باش نديرها في لاصوص. وغندير نصف الكميه كذلك ديال القزبره او القزبره معدنوس خلطين. صافي وغادي نضيف هاد البطاطس هادي حتى هي، غادي نحاول نصفيها شويه من الماء. صافي وهي غادي نضيفها حتى هي. صافي وغادي نحاول نخلط الكفته ديالي. صافي كي كتشوفوا هنايا درت شويه ديال الزيت باش غادي نقلي الباذنجان ديالي، غير باش ملي يكون كنلويه ما يتهرش معايا. المهم نتوما تشوفوا معايا الطريقه. دابا خليو الزيت سخن شويه ونبدا نقلي.
نتوما راه غير كيتقلى حيت مقطعينها يعني رقيقه بزاف، ما غتاخذش معكم الوقت بزاف. شوفوا راها دغيا دغيا صافي بارك عليها. كتشوفوا كيما قلت لكم غادي نحطها هنايا باش شي حيد داك الزائد ديال الزيت. الدنجال ديالي من بعد ما ساليت له القليان ديالو كتشوفوا ها نتوما راه كيتقلى في ساعه لحقاش رقيق، في ساعه في ساعه تقلى. جيب هذا المطيشه ديالي اولا طوماط صوص طوماط، غادي نضيف لها هذاك القزبر اللي درنا نص قبيله وبقى لينا نص، غادي نديرو حتى هو هكا. والثومة غنديرو شويه ديال التوابل، غندير هنايا الملح غير شويه، نفس التوابل اللي درت في الكفته غادي نديرهم في لاصوص. غادي ندير هنايا شويه ديال التحميره، شويه ديال الكركم، قليل من الابزار ولا الفلفل الاسود. صافي غادي نضيف هنايا واحد جوج معالق ديال الزيت نباتي فرطه، صافي غادي نحرك هاد لاصوص ديالي بحال هكا. غادي نخليها في الطاجين دير على خاطرها، ونخليوها هكذا يعني كتعرفوا الطاجين ملي سخون دغيا غادي نخليه. وغادي ندوز دابا باش نشكل الكفته ديالي. غادي نشكل الكفته ديالي على هذا الشكل بحال هكا، اصابع تكون بهذا الحجم هذا. هاد هنايا واحد الشريحه ديال الدجاج، وغادي نجيب الكفته ديالي نحط على هذا الشكل، وغادي نبدا نلف بحال هكا على هاد الطريقه. شوفوا معايا غادي نحطها نمشي بنفس الطريقه إذا جاتكم كبيرة شي شوية نقصوا منها حسب الحجم ديال صافي. ها هو الكفتة ديالي والبنجال، ها هما ساليت اللف ديالهم. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نستف هاد الكفته ديالي. المطيشه ديالي كتبغى تحرك،
هنا شط ليا واحد شويه ديال الكحكه باش يدنجل. غادي نحاول ندير نتا هما غير هنايا هكا، غادي نحاول ندير لهم هنايا بلاصه. وهذا كان الشكل ديال الطاجين ديالي، كي شفتو زينتو شويه بداك الحامض مصير، درتو هكداك على الشكل وريضه. المهم نتوما تقدروا تزينوا احسن مني، الا عندكم حتى الزيتون ممكن تزينوا به، كيجي رائع صراحه. الا ما جربتوش البنات هاد الطاجين راه ما جربتو حتى شي حاجه صراحه، كيجي المذاق ديالو حتى المنظر ديالو كيجي رائع، والمذاق ولا اروع مع ديك الكفته في هذيك البطاطا، كتجي لذيذه بزاف مع البودنجان او الباذنجان، كتجي هذيك الصوص خاطره وزوينه رائعه البنات، تستحق تجربه. نتمنى تجربوه ويعجبكم حتى نتوما. نتمنى لكم امسيه سعيده، نخليكم على خير ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. ولا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم الرائعه اللي كنحماق عليها وكنتسناها بفارغ الصبر باش نقراها. شكرا بزاف لكم على المشاهده، نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.